مساء الفن، مساء الابتكار، مساء الإبداع، مساء الحب اللي مالي قلوبنا، مساء الخير، مساء الورد على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح. كل سنة وحضراتكم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وإحنا مع بعض، كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا بنحب بعض، أهم حاجة الحب. في بداية الحلقة عايزة أقول لكم حلقتي النهاردة مختلفة ومتميزة، ده بجد. معايا موهبة؟ لأ. اتنين؟ لأ. تلاتة؟ لأ. هنشوف معانا كام موهبة النهاردة من خلال الحلقة، تابعونا. بس في بداية الحلقة أحب أرحب بضيوفي شاكر شريف أهلا محمد، وأحمد شريف. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتوني وشرفتوني في الحياة النهاردة، الحياة كفاح. حضرتك شاكر، كلمني عن نفسك اكتر انا اسمي وعرف شاكر شريف. المشاهدين بنفسك اكتر. انا اسمي شاكر شريف، عمري 19 سنه، بدرس كليه اداب قسم مساحه وجغرافيا وجي اي اس نظم معلومات، اولى جامعه مرحله اولى من بني سويف. نورتني وشرفتني في الحياه كفاح النهارده. احمد، عرف المشاهدين اكتر بنفسك. انا احمد شريف، 15 سنه ونص، من محافظه بني سويف، في اولى ثانوي. تمام. شاكر، انت قلت لي قبل الهوا انا عندي اكتر من موهبه. يعني موهبه فن الخداع او التريك ماجيك. تريك ماجيك، فن الخداع. خفه اليد عامه. تمام. طب قول خفه يد يا شاكر. خفه يد. بس فدي موهبه، ماشي، كل ما تحتويه. الموهبة التانية وانا بشجعها اكتر التمثيل، يعني بعرف امثل او بحب التمثيل اكتر من الماجيك. طيب احمد، موهبتك ومواهبك ايه يا احمد؟ انت برضو عندي كذا موهبة. انا بحب الغنى بشكل عام، بس بصفة خاصة الانشاد الديني، بميل شوية للانشاد عشان طبعا في مدح للرسول والانشاد اجمل شوية من الغنى، وبقلد طبعا التقليد، موهبة التقليد برضو بجانب موهبة الغناء والانشاد. يعني انت موهبتك الغناء، الغنى، بتغني، وموهبتك التانية بتقلد. وبقلد. طب سمعنا حاجة بقى. حاضر يا استاذ. عندك موهبتين، الغناء والتقليد. انا المتهيم بمديحك، الله الله يا سيدي، زورني ابوس ايدك، الله الله، صبرت نفسي بأحاديثك، نظرة ومداد يا رسول الله، المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، أشكي لمين وأكفي حالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله، أشكي لمين وأكفي حالي، وأقول لمين النبي غالي، الله الله، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله، المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، حادث لجدك طمني، الله الله، وبذكره أفضل متهني، الله الله، أنا من حسين وحسين مني، يا ابن بنت رسول الله، المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، في ناس من الحب في حيرة، الله الله، وناس من الحب في غيرة، وناس ما ليها تسعيرة،
واحباب في الفردوس ويا المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حبيبي يا رسول الله فعلا هي المناسبة عطرة وجميلة وانت كمان النهاردة يعني أمتعتنا بصراحة. أرجع لشاكر خفة اليد زي ما قلت والتمثيل اكتشفت نفسك ازاي؟ في خفة اليد؟ في الاثنين يعني وكلمني عن الاثنين. في التمثيل انا بحب التمثيل من غير ما اكتشفه فبدأت ان انا انمي من نفسي ومن مهاراتي. اكتشفت ازاي الاول انت بتعرف تمثل؟ هو كان عن طريق الحب مش بعرف امثل او حاجة. انا كنت بقلد بمثل عليهم في البيت مثلا حاجات. بتمثل ازاي بقى يعني بطني وجعاني عشان ما اروحش المدرسة مثلا؟ بخدعهم بحاجات كنت بقدم المستشفى مثلا واجي وانا سليم وانا صغير فكده. مقالب كتير قوي يا شباب. كتير جدا. لما كبرت شوية رحت معهد بتاع ده قصر ثقافة بني سويف بتاع التمثيل استمرت فيه شوية مركب من 6 شهور لحد الكورونا او كوفيد 19 ما جه كده الجائحة فكله قاعد في البيت وطبعا كان الدراسة فلازم اركز شويه في الدراسه اكتر. بالنسبه بقى للتريك ماجيك فالتريك ماجيك انا اتعلمته من فيديوهات اجنبيه الناس عمالقه في المجال ده. يعني انت مثلا حبيت الاول الفن بتاع خفه اليد ده فكنت بتفرج على فيديوهات متفرج زي اي متفرج. تمام. بعد كده بدات ان انا اتعمق فيه شويه افهم هو بيعمل ايه اوصل اللي هو بيعمله هو بيوصله ازاي. بس بقى بدات اسمع ناس مصريين ناس عمالقة برضه في المجال. زي مين؟ زي كريس المصري عزام بعد كريس المصري بابا في كريس انجل ريانا ناس برضه عمالقة في المجال جينو العالمي طبعا استاذ جينو. تمام. بس فبدات ان انا انمي اشتري الحاجات بتاعتهم والعب واكمل اجرب مثلا مع حد من البيت بدات اجرب مع اصحابي الاول لحد ما لقيت الناس بتعجبهم وعادي وكده بدات انمي منها اجيب فيديوهات اكتر واسمع لحد ما اكتشفت او الناس فهمت ان انا بقدم ده بشكل كويس. بس فكملت في الطريق ده بس انا بشجع التمثيل طبعا عن التريك ماجيك. يعني انت عندك الموهبتين بس انت بتحب التمثيل عن التريك عن خفة اليد. عن خفة اليد عامة. خفة اليد هو فن الخداع خدعة بصرية وخدعة مش بصرية. تمام. تمام في خدعة في العقل الذهني تمام خدعة ذهنية يعني عامة. بس هي كلها تعتبر خدع تمام بس هي مش خفة يد خفة يد التقنية خفة يد التقنية وترتيب طبعا وتدريب كبير جدا ومجهود بس فن طبعا ده بس فن خفة اليد يعني طبعا احمد مين عرف ان انت واكتشفك زي ما بيقولوا كده والدك والدتك اصحابك اخواتك من وانا تقريبا اولى اعدادي هي اختي الكبيرة اللي اكتشفتني سمعتني وانا في مره بغني وبعد كده غنيت في فرح اخويا فهنا من هنا بقى بدات ان انا اغني من اولى اعدادي بدات من هنا ان انا اغني وبدات اروح قصر ثقافه بني سويف مع المايسترو احمد مصطفى جلال وبدات معاه طبعا لحد ما جت الكورونا فقعدنا في البيت ولحد دلوقتي ما كل قاعد في البيت ما تواصلناش بقى تاني يعني انت من اولى اعدادي اختك قالت لك صوتك حلو فانت اتجهت ان انت رحت قصر الثقافه بني سويف قلت بقى اشوف اسعى اشوف الموضوع وبعدين رحت قصر الثقافه وبدانا نتدرب حوالي كام شهر كده وبعدين جت الكورونا بقى الحمد لله ما مكملناش يعني شاكر مين ساعدك ان انت بقى تمثل او يعني تشوف الفن بتاع خفه اليد ده وتتعمق فيه كده بالشكل ده اقول لحضرتك انا اولا بدات في خفه اليد وانا في فتره ثانويه عامه فتره صعبه جدا وبدات اتعمق في الفتره دي فكان المذاكره طبعا اهم منها طبعا اللي سندني والدتي الاول لا ذاكر مش عارف ايه بتاع لحد الاجازه تمام سندتني طبعا والدتي والدي فضل معايا في التمثيل انا بوجه لهم التحيه في التمثيل طبعا انت فاهمه لحد ما وصلني لاقصى درجه اما في التريك ماجيك او كده فانا اصلا كنت بجرب معاهم في البيت الاول قبل ما اعمل مع اي حد مع والدتي كنت بتعمل بقى برضه مقالب؟ بالتريك ماجيك بعمل مثلا خدعة 2 كده تاخد مصروف البيت مثلا تخبيه او حاجه؟ لا مش للدرجه
بس فكنت برضه فلحد ما اقتنعوا وعجبوا باللي انا بعمله، ويعني فهموا ان ده فن وده مجال واسع بس، فبداوا يساندوني ان انا اوصل للمجال ده وافضل فيه لحد مثلا يعني والدك حضرتك. ووالدتك هما اللي ساعدوك. اه طبعا. انا من خلال برنامج الحياه كفاح بوجه لوالده ووالدته كل التحيه، ان ما قالوش مثلا لا هو انت في ثانويه عامه ولا انت مثلا في دراسه ولا انت عندك جامعه ولا لا، هو لقوا ان هو موهوب فساعدوه على الموهبه دي. احمد انت قلت لي انت بتحب الغنى بس بتحب الانشاد الديني اكتر، طب احنا عايزين نسمع حاجه غير الانشاد الديني. حاجه غير الانشاد؟ اه نسمع حاجه وطنيه. يا ريت. تسلم الايادي تسلم يا جيش بلادي، تسلم الايادي تسلم يا جيش بلادي، افتحوا لنا كتاب تاريخنا واحكوا للناس دول مين، قول يا ابونا وقول يا شيخنا يعني 73 اللي ردوا لنا اعتبرنا وربك كان ليهم معين. تسلم الايادي تسلم يا جيش بلادي، والله تسلم يا ابني بلدي ياللي طول عمرك امين، يلا ابوك رباك يا ولدي عالايدين الشقيانين، ربنا يحميكوا يا ابني انت واخواتك امين. شكرا. وجميله جدا انا بحبها بصفه شخصيه، بحب تسلم الايادي. دلوقتي معانا مداخله تليفونيه من الاستاذ احمد عبد اللطيف عفوا وشهرته احمد ابو علان. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل حضرتك. انا بطلب من الناس المشاهدين ان يصلوا على الصلاه، صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. علي افضل الصلاه والسلام يا استاذ احمد. استاذ احمد، استاذ احمد شريف، على الصلاه على النبي في المديح، اللهم صل على سيدنا محمد عليك يا احمد. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وعليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لمداخلتك وشرفتنا بالمداخله دي في الحياه كفاح. شاكر. عايز اشوف بقى خفه اليد. تريك مثلا. تريك ماجيك. اوكي. انا ممكن دي كفة جديدة زي ما حضرتك شايفة لسه ما تفتحتش، ممكن حضرتك تفتحيها بنفسك. اوكي. افتحيها. ممكن الكاميرا طيب؟ أنا دلوقتي. اتأكدي إن هي جديدة جدا. أنا دلوقتي بفتح الكوتشينة. الكوتشينة اللي عطاها لي شاكر أنا لسه فاتحها. اتفضل. اتأكدي إن هي كلها لسه جديدة، كفة مختلفة، حتى لسه ما اتفنطتش. تمام؟ اتفنطيها واعملي فيها اللي أنت عايزاه. قصدي رأيك. اوكي. ممكن الكاميرا معايا؟ أنا كده دلوقتي شاكر قال لي فنطي الكوتشينة لسه جديدة. معلش شاكر. أنا دلوقتي بفنط الكوتشينة أهي. أوكي أهي. ممكن نسيبها. خد الترابيزة عليك لو عايز، اتفضل خد الترابيزة عليك. ماشي أوكي. تقريبا كده اتفنطت كويس. متأكد إن هي اتفنطت تمام، كلها كبت عادية جدا. لون واحد الظهر. اه اهي اوكي تمام. اتفضل. عايزك تتاكدي معايا انها كلها كبوت عاديه جدا. وانا بفنطها شفتها كلها كروت عاديه، كنت انا لسه فاتحينها دلوقتي. اه مطلوب من حضرتك دلوقتي تقولوا ستوب على اي كابت يعجبك. تمام كي. معايا قولوا ستوب على اي كابت يعجبك. طب معاك كاميرا بس كده؟ قولي ستوب على اي كابت يعجبك. طب ستوب هنا. هنا انا اتغير المكان. تمام اوكي. تمام خدي الكابتن من غير ما اشوفه. هو فيدي الكاميرا. الكارت اهو للكاميرا. خلي الكاميرا تجيبه. شاكر مش باصص عليه خالص. تمام. اوكي. تمام حطيه هنا وفنطي الكروت، اعملي فيها اللي انت عايزاه. ازيو رايك. احط الكارت في الكوتشينه تاني؟ اه. طيب. فنطها؟ اه بطريقه او باخرى يعني ضيع الكابت. حاضر اوكي. كاميرا معايا. طيب ايه تمام كده خلاص، هي كده ضاعت خلاص. اتفضل. تمام
احتمال ان انا اطلع الكف ده كام في الميه؟ زيرو. زيرو انت ما شفتوش اصلا. تمام، عايزك تتاكد ان الكابت بتاعك مفيش زيه كابت تاني في الكوتشينه كلها، هو كابت واحد بس. اكيد في زيه تاني بس مش بنفس العلامه، مش بنفس النقشه، مش كل حاجه، صح؟ اوكي كمان بابا. تمام، الكاميرا كده مع شاكر. الكاميرا انا بطلب من حضرتك دلوقتي، بصي اطلب. انا بتوقع ان الكابت بتاعك، الكابت بتاعك ده ولا لا؟ لا مش ده. مش كابتك ده؟ لا مش كارتي ده. وريلي الكاميرا، وريلي الكاميرا كده. مش كابتك اكيد. لا مش كارتي. افتحي ايد حضرتك. فتحت ايدي ايه؟ ايه حطيه في ايدك. ايه في ايدك الثانيه علي؟ ممكن اقفل ايدك. اقفل ايد الثانيه. اوكي انا بتوقع ان الست الهبد احمر دي بتاعت حضرتك. دي بتاعت حضرتك ولا لا؟ لا مش كابت حضرتك. لا تمام، تخيل ان خدت كابت حضرتك من هنا. تمام، احطه هنا. ادي معايا 1 2 3. افتحي ايدك. اوكي شوفي الكارت. هو الكارت ده 8 تمام، بس مش ده اللي اتحط في ايدي. ممكن الكاميرا تجيبه؟ ده اللي انا اخترته الاول، بس مش هو اللي انا حطيته في ايدي. كابت حضرتك. تمام. اوكي ممكن نلعب لعبه مشتركه بينكم؟ ممكن. تمام. انا احمد. ممكن نلعب مع هو الاول اللعبه، ونبقى نلعب لعبه مختلفة. خلاص العب مع احمد الاول. تمام، بطلب من حضرتك قول ستوب على اي كابت يجيب حضرتك. تقول على ستوب اي كابت. ستوب هنا. وهنا انا اتغير المكان. تمام، خده من غير ما اشوفه. ماشي، وريه الكاميرا براحته. وريه الكاميرا. تمام تمام، حط هنا وقلب الكروت بسرعه بس. يلا يا احمد. تمام، هات كابتك في الكبوت. حطيته هنا. انا عايز اطلب من حضرتك دلوقتي، ممكن بس لو شفت كابت حضرتك كلها عليه. تمام، بس بعد ما اخلص خالص. تمام معايا الكاميرا؟ لا الكاميرا تعالى كده تعالى هنا. لف 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 كده، لف يا شاكر عشان الكاميرا تبقى معاك. ايوه كده تمام. تمام لو شفته بنفس كل حاجه، بنفس العلامه، بنفس اللون، قول عليه بعد ما اخلص هو في الكوتشينه او مش في الكوتشينه. ماشي. موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. تمام تمام، احنا كده مش لاقيينه. تمام ازاي؟ تخيل ان انا اخدت الكارت. تمام، في ايدي شايفه. ماشي تمام تمام، وهحط عندك دلوقتي. عندي انا هنا. بص معايا. 1 2 3. ممكن تقوم من مكاني؟ حاضر. الكارت تحت حضرتك، ممكن تجيبه؟ وريلي الكاميرا. لا وريلي الكاميرا. اقعد اقعد اقعد، معلش المايك. وريلي الكاميرا بقى كده تاني. الكارت الكاميرا جايباه. الكارت احمد كان قاعد عليه. قلب احمر. يعني اتحرك شويه عشان المايك لو سمحت احمد. اتحرك شويه عشان المايك. كده تمام. كده تمام في كنترول. تمام، الكارت ده اللي انا اخترته فعلا. يعني اتفضل. جه ازاي بقى؟ الله اعلم يعني. ما هو فن بقى، ما احنا اتفقنا. تمام، فن خفه اليد. كل واحد متخصص. ممكن نلعب لعبه مشتركه بينك وانتي؟ هيلعب لعبه مشتركه بس بعد ما نسمع من احمد حاجه تاني. اتفضل. حاضر يا نجي. حاجة بمناسبة المولد النبوي، زي ما سمحت لنا كده نمسكوا فاح، وكانت رائعة منك فعلا. ربنا يخليك يا استاذ. هنقول نسكة إذا ما قال لرب. طب اوكي. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمان من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني،
وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيأويني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. كميلة بجد، ربنا يبارك فيك يا رب. جهزت لنا لعبة مشتركة؟ جهزت لحضرتك لعبة مشتركة. اتفضل يا شاكر. أنا معايا ورقة. تمام ممكن نخليها هنا. هطلب من حضرتك دلوقتي. تفكري في أي اسم بتاع أي شخص غالي عندك مثلا. شخص أي شخص. شخص غالي عندي ودايما بتقول لي يا ماما بنوتي كفاح، يعني كفاح كل مرة تقول قولي للمشاهدين اسم البرنامج على اسمي، دلوقتي احنا كلنا بنكافح يا كفاح. وفعلا انا يعني خدت الاسم من كفاح بس لسببين، يعني البرنامج استنى لسببين، سبب ان احنا فعلا كلنا بنكافح وكل واحد بيكافح في مجاله، والسبب الثاني اسم بنتي الغالية عليا كفاح، فما عنديش اغلى من كفاح. تمام. اللعبة دي مشتركة بينك وبين الاستاذ احمد. تمام. اطلب حضرتك دلوقتي تفكر في اي رقم، اي نمبر من 1 لـ10. هقوله؟ قول عليه. فكرت. قوله. 1. 1. تمام، يبقى معانا كفاح 1. تمام، انا معايا ورقه. معايا ده. كفاح 1. سرعة التمييز. طب ممكن الكاميرا تجيب ال كفاح 1 اهو. طب وريها للكاميرا كده، وريها للكاميرا. كفاح رقم 1 نمبر. وريها للكاميرا. 1 كاميرا. لا الكاميرا دي كاميرا. طب تمام. اوكي تمام. كفاح 1. هاتها لنا كده وريها بقى للمشاهدين. الرقم والاسم اهي. كفاح اللي انا اخترته والاسم 1 اللي اختاره احمد. تمام. انا النهارده كنت سعيده جدا بضيوفي اللي هم فعلا غاليين عليا. بشكرك يا شاكر، شاكر الشريف، وبشكرك يا احمد شريف، ونلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم الحياه كفاح. انتظرونا الاثنين القادم ان شاء الله الساعه 12. السلام عليكم.